مشاهدينا الكرام الافاضل، لا زالت التحديات متواصله والاشواط متواصله. شوطا يليه الشوط الاخر انطلق وعلى بركه الله. الشوط 16 للقعدان المفاريد من هنا من مهرجان سمو ولي العهد للهجن لنسخته الخامسه لعام 2023. المقيم على ارضيه هذا الميدان، ميدان الطايف لسباقات الهجن، ننطلق في رحلة الاثنين كيلومترات ونتعرف على الأسماء المنطلقة والمندفعة الباحثة عن نقطة وعن انتصار وعن فوز في هذا المهرجان. نبدأ مع المركز الأول ومع هذا الشعار، من يتقدم وينطلق هنا في هذه اللحظات مع المركز الأول ومع الصدارة ومع البداية. شعار حمد بن سالم بن علي الفهيد المري مع انطلاقة الغزال ومع اندفاع الغزال مع المركز الأول ومع الصدارة ومع البداية. ثاني التحديات وثاني الأسماء القدوم من شعار جار الله بن صالح بن جار الله، يتقدم الصعري مع انطلاقة عناد ومع اندفاع عناد مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم والمتواجد حمد بن سعد بن حمد الغفراني المري مع انطلاقة الواضح ومع اندفاع الواضح، وايضا شعار محمد بن سلمان بن فارس آل قويد الدوسري قادم مع انطلاقة العاصوف والواصل مع المركز الخامس. والمتقدم محمد بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري مع انطلاقة مزعل، ولكن نعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى من غير واحتل صدارة هذا شوط عناد. جار الله بن صالح بن جار الله يتقدم بالليث الصعري مع المركز الأول ومع البداية ومع الصدارة في هذه اللحظات، طامح وباحث عن الانتصار وعن النماس، ولكن 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 وين الغزال؟ عاد إلى مركزه السابق ألا وهو المركز الأول. حمد بن سالم بن علي الفهيد المري تقدم مع المركز الأول ليقدم لنا انطلاقة الغزال. أيضا الشعار القادم بن جبران مع انطلاقة رايق ووصل بن رويشد. الله يا معركة آخر الأمتار، رايق 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 غير واحتل المركز الأول. انطلق بشعار سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، انطلق مع انطلاقة متعب 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 عند الأمتار الأخيرة، يحسم النماس يحسم المعركة ليرسل التهاني والنماس إلى أبناء الشحانية. تهانينا يا أبناء دولة قطر، تهانينا يا بن جبران، قدم لنا متعب ليكون بطل هذا الشوط. تهانينا والف مبروك يا سالم يا بن جابر يا بن محسن يا الجربوعي يا المري. ثاني المراكز، المركز الثاني شعار عبد الله بن دخيل الله بن سلامه الفايدي الجهني مع المركز الثاني. المركز الثالث اذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود بالتهنئه وبالنوماس لمالك متعب سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، قدم لنا متعب لينهي هذه المعركه وينتزع المركز الاول وينتصر. تهانينا يا بن جبران على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني لحظات ونوافيكم بالتوقيت الزمني، من قدم لنا متعب وانتزع هذا الشوط وهذه النقطة الغالية في هذا المهرجان الغالي. التوقيت الزمني في هذه اللحظات توقيت